أسعد الله مساكم ويا هلا وغلب مشاهدين شاشة أس بي سي. أنا سارة بنت عبد العزيز، ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أت أس بي سي، واللي نقدم من خلاله آخر المستجدات والأخبار والمقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. الآن خليني أبدأ أنا وياكم بعناوين حلقتنا لهذا اليوم. تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية. حنان وحسين، زواج بالصدفة وشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي. عودة الطلاب العشرة من ووهان الصينية وإقامة مميزة بالحجر الصحي. قصة زوجة تضحي بوظيفتها لإخراج زوجها من السجن. وأحمد براون وكفاح من 2012 في عالم الألعاب الإلكترونية. صرتوا عارفين أنه يهمنا مشاركتكم في استفتاء حلقة كل مرة. حلقتنا اليوم تقول، حسابنا طبعاً at SBC show، يقول استفتاءنا اليوم: هل مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر على الحياة الزوجية؟ وش برايكم، إيه ولا لا؟ أو أحياناً؟ الآن قبل ما ندخل مواضيعنا ونشوف ضيوفنا، بنروح أنا وياكم إلى غرفة أخبار السوشيال ميديا مع الزميل عبد الله، ولك الكلمة يا عبد الله. حياك الله سارة، نرحب فيك وبالسادة المشاهدين. موضوع اليوم صراحة اجتماعي من الدرجة الأولى، ومن أهم عوامل النجاح لأي علاقة من وجهة نظري أنا هي احترام الخصوصية. المشاكل اللي بينكم خلوها بينكم وحاولوا تحلونها، وإذا ما حلتوها على الأقل استروا على بعض. عيب أنك تطلع وتتكلم عن مشاكل بينك وبين شريك حياتك، ومو بس بين الزوج وزوجته وبالعلاقة الزوجية فقط، بل بكل العلاقات تتكلم. احترموا اللي بينكم بكل الأحوال. ومن داخل غرفة أخبار السوشيال ميديا في هيئة الإذاعة والتلفزيون، اليوم معنا الزميل عبد الله صالح المحمود، أحد منسوبي الإعلام الرقمي. رحب فيك يا أستاذ عبد الله. أهلا وسهلا أخوي عبد الله، رحب فيك ورحب زميلة سارة عبد العزيز ومشاهدينا الكرام. حبيبي عبد الله، المملكة حاليا قاعدة تشهد نقلة نوعية في جميع المجالات وفق رؤية 2030، وأحد النقلات النوعية هذه اللي قاعدة تحصل الآن هي مواسم السعودية. صحيح. كلمنا عن برنامج مواسم السعودية. برنامج مواسم السعودية هو برنامج ترفيهي يعرض على قناة إس بي سي، يعرض قناة بي سي كل يوم جمعة الساعة 9 مساء. والبرنامج هو يوافق رؤية المملكة من ناحية تطويرها الترفيهي، وبرنامج تقديم الزميلين داليا، تقديم زميلين بدر وداليا. والبرنامج هو اهتم في تغطية مواسم السعودية. ممتاز. كان تغطي هناك خاصة تغطية بوليفارد، وتغطي أيضا لوينتر لاند، وأيضا اهتم في تغطية جميع الاحتفالات، يعني شامل لكل الفعاليات اللي قاعدة تحصل. صحيح، واهتم أيضا في تغطية موسم الطائف وموسم السودة. ممتاز. طيب دائما نتكلم عن البرامج، في برنامج اسمه كشت الضحى. صحيح. يتنقلون فيه من منطقة إلى أخرى، بعد كلمنا عنه. صحيح. برنامج كشت الضحى وهي تجول في أنحاء المملكة، والبرنامج بتقديم الشيف الضحى العطيشان. برنامج يتجول في جميع أنحاء المملكة، وكان هناك جولة في الخرج والبريدة والخرج أيضا، وفي نهاية الفقرة يكون في نهاية فقرة البرنامج يكون هناك كشتة، يكون كشتة خاصة يكون فيها الطبخ من شيف داخل المدينة، يقوم يقدم طبقة، إحدى الطبقات الشهية بتخص في المنطقة. يعني برنامج عن الطبخ ولكن خارج من الإطار الرسمي. صحيح صحيح. أنا حاب الفكرة عموما. أنا أكثر منك حاب. صحيح. هذا اللي عندنا يا سارة لهذا الأسبوع في مكتب إس بي سي، والعودة لك. يعطيكم ألف عافية، شكرا لك. مشاهدينا، أصبح تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الحياة الزوجية واضح للجميع، فقد غاب الحوار بين الزوجين. فبعد أن كان هناك حوار بين الزوجين أو فردين أو أفراد العائلتين، أصبحت الغلبة لكل من يشارك على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالطرفين. هو بعض يراه خطير وتأثيره كبير على الحياة الزوجية، البعض يرى أنه تبلد المشاعر وانتشر ما يسمى بالطلاق العاطفي بين الزوجين. السؤال الأهم: هل مواقع التواصل الاجتماعي هي المتهم الرئيس في حدوث مثل هذا الطلاق بين الزوجين؟ خلينا نتعرف أكثر ونشوف إذا فعلا هي السبب الرئيس في هذا التقرير. الحديث بين الأزواج بات شبه معدوم، فكل من الطرفين يقضي يومه في المتابعة أو المشاركة بمواقع التواصل الاجتماعي. فهل تسببت هذه المواقع بالطلاق العاطفي بين الزوجين؟ جداً كثير، أنها تسببت طلاقات، سببت مشاكل داخلية في البيت. إيه أكيد، لأن صار أي واحد يشتغل بجواله أكثر مما أنه يشغل
مع الشخص اللي معه في البيت؟ طبعا بالتأكيد أثرت. صار من السهل أنك أنت يعني المشاعر ما توصل بطريقة التواصل. أكيد كل قوة بعد أن تلقى زوجين جالسين في بيتهم ولا رايحين في مكان يتنزهون فيه، تلقى كل واحد ماسك الموبايل حقه وقاعد شغال في البيت كذلك. وهل أثرت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ملموس على حياة الزوجية وكيف كان أثرها؟ في واجبات الزوج زي ما إنه في واجبات الزوجة، فالاثنين صاروا هذه الأشياء مو مركزين معها أبداً ومشغلين بالسوشيال ميديا انشغال شبه تام. تأثر يعني ما يصير إن الجلوس مع بعض بشكل دائم، هذا واحد. الشيء الثاني ما يخلي التواصل بشكل مباشر، يكون التواصل عن طريق الواتساب وعن طريق الجوال. قليل ما تفوت لك مجلس أو بيت ما الكل مشغول في جوال. طبعا أصبح فيه التور يعني. السوشيال ميديا دلوقتي بدأت تاخد مننا وقت كتير من حياتنا. بدأت العلاقة تبقى إلكترونية. خلت العلاقة العاطفية علاقة سلبية ما هي إيجابية. وعشان نتكلم في هذا الموضوع أكثر معنا عبر سكايب ولاء جمال، مدربة تنمية بشرية. حياك الله يا ولاء. بس قبل ما أدخل بالأسئلة الشيقة خلينا نشوف أنا وياكي هذا المقطع وأرجع لك. لما أقوم ما يحط عيني بعيني نهائيا، يعني تخيل له 5 أيام 4 أيام وجه أسأله أقول له أنا فيني شيء؟ أنا فيني كسور؟ أنا مقصرة بحاجة؟ يقول لي أنت ما فيك كسور. تخيلوا بنات، تخيلوا لما أجي كلمة واتساب لقيت حاضرني، لما جيت سناب شات وسألته ما يرد يهمش، لما يجي أواجهه كلمة مو عارفة كيف أتكلم معه لأنه مو قاعد يناظر لي، ولما أجي بكتب له واتساب لقيته حاضرني. أنا تمنيت إنه في سبب، لو في سبب ممكن أقول، لكن أنتم متخيلين إنه هذا كله بدون أي سبب؟ أسأله وما يجاوب، أسأله وما يجاوب. شفنا هذا المقطع انتشر في الأسبوع الماضي عن خبيرة تجميل في مواقع التواصل الاجتماعي، وفعلا تأثرنا بكلامها. يمكن هي حست الترابط مع متابعينها ومشاهدينها من البنات، من فئة البنات، لأنها وجهت رسالتها للفئة هذه وكانت تتكلم عن مشاعر صادقة، كانت واضحة لنا صادقة. فحابين نعرف أكثر، هل هذه مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي أثرت لوصول هذه المراحل أو هذه الحالات؟ هل أصبحت الخصوصية معدومة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل أصبحت العلاقة الزوجية ما تقتصر، إذا كانوا خاصة الزوجين موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أصبحت تقتصر على طرفين فقط، أصبح كل من يتابعهم له كلمة عليهم؟ يعني أسئلة كثيرة ودي أسألك إياها. يا هلا فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. على الهواء أنا؟ خلاص على الهواء معانا. أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف تأثير سلبي جدا في مجتمعنا، أثر على عدة بيوت أو أسر. أنا تقريبا لخصت النقاط في 3 نقاط: عامل زمني، وعامل المقارنات، وعامل حنتكلم عنهم تقريبا بصورة مصغرة. عامل الزمني إنه الإنسان بيقضي أكثر من 2 أو 3 ساعات في اليوم، هو إحنا جالسين في نفس أوضة الجلسة في وسط البيت، كل واحد مشغول في عالم افتراضي وهمي ونعزل تماما عن ما حوله. أوكي. والعامل الثاني المقارنات، يعني إحنا بنشوف على السوشيال ميديا المشاهير أو الناس المعروفين بنتابعهم بيظهروا الجانب الإيجابي فقط أو الجانب الجميل من حياتهم. فلا إرادياً كل شريك بيعمل مقارنة، إنه زوجة مثلاً بتشوف فلانة زوجها عمل لها واشترى لها وهو نفس الشيء، وبينبهروا بالمظاهر وما بيشوف الجانب الثاني من حياتهم اللي هو فيه مثلاً معاناة، فيه تعب. مداخلة بسيطة، ما أدري إذا قاعدة تشوفين أستاذ ولا، بس مداخلة بسيطة حابة أسألك. طيب عبر السماعات،
أبغى أقول لك فضلي. طيب هذا الموضوع كان موجود قبل مواقع التواصل الاجتماعي بس بشكل مصغر، يعني كنا نسمع جداً حالة جداً مصغر. أنت الواحد كان بيتقفل عليه باب بيته وما بيعرف يعني غير بالتليفون فين وفين أو في آخر الأسبوع لما بتقل بعائلتك. الآن الجوال والإنترنت بيخليكي كل ساعة كل ثانية بتتابعي كل العالم حولك، فدخول الإنترنت بهذه الطريقة أو السوشيال ميديا أو مواقع التواصل في كل جزء من ثانيتك ودقيقتك ويومك أثر عليك تأثير جداً عالي. أنت تشوفيه سلبي بحت؟ بيلعب في من هذه الناحية صراحة هو سلبي إذا الإنسان ما تتعامل مع الموضوع بوعي بمنطق بفهم أنه هذا عالم يعني ما هو حقيقي، مش في كل التفاصيل حقيقي بهذه الطريقة. في نقطة جدا جوهرية كمان أحب أضيفها، حكاية أنه المشاهير أو الناس اللي لهم تأثير في السوشيال ميديا أحيانا بيكون عندهم آراء خاطئة أو نظريات وبنتأثر إحنا فيها، يعني زي نظرية مثلا الاكتفاء، استقلالية المرأة أنه هي ما تحتاج رجل في حياتها أو الرجل أنه هو يعيش من غير مرأة في حياته. هذه نظرية بتخالف الفطرة بتخالف تعاليم ديننا، لكن للأسف اتفشت وكثير بيتأثروا فيها. فهذه كلها بتهز القيم الأسرية، أنه أنت لازم تحافظي على بيتك، أنه ترتبي أولوياتك، يعني ما بيكون متابعتك أو وجودك على التواصل الاجتماعي أو اهتمامك فيها أهم من مسؤوليتك تجاه زوجك تجاه بيتك أسرتك. طيب هل أنت شفتي حالات حقيقية فعلاً طلقت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا فعلاً أنا شفتها، لكن ممكن تذكرين بعض الحالات؟ للأسف أنا بحكم أعرفكم في نفسي فنانة تشكيلية ومدربة وعندي ما شاء الله يعني شريحة كبيرة من المجتمع بأتخاطب معاها أو بأتواصل معاها، فكثير للأسف صديقات، لأنه في حاجة لازم نذكرها أنه الشيطان بيدخل من هذا المدخل. الآن أنت بضغطة زر بتتواصلي مع الناس، أي خلل أو ثغرة في الحياة الزوجية، وما يسلم يعني الحياة الزوجية وما حد فينا كامل، كل شخص في عيوبه في حسناته. زمان كان الإنسان مكتفي، كان تركيزه كله على أسرته، فهو بيحاول مثلا مع الشريك أنه يجد حلول أنه يتحاور. الآن بأسهل شيء بضغطة زر أنت بتتواصلي وبتبحثي عن الحنان إذا فقدته، عن الاهتمام بالذات لو كان في إهمال من أحد الطرفين، بيبحث عن الاهتمام برا، بتبحث طيب عن الاهتمام برا. سؤال أخير لأنه داهمنا الوقت، سؤال أخير، هل فعلاً فعلاً مواقع التواصل الاجتماعي هي سبب الرئيس أم بعد عن ديننا وقيمنا؟ أكيد بعدنا، وهذه عوامل كلها مؤثرة. إذا إحنا ما تعاملنا مع الموضوع بوعي وبعقل وبإدراك وقننا شوية بالنسبة للوقت، يعني في الابليكيشن البرامج أغلبها فيها زي الألارم مثلاً أنه أنا استهلكت ساعة أو ساعتين، وحاولت أرتب أولوياتي وأرجع لمنطقي وأتمكن يعني بتحكيم عقلي، حيكون موضوع جداً خطير، لأنه حالات كثير فعلاً مرت عليها للأسف دمرت أسر. وضحت الفكرة أستاذة ولا، شكرا جزيلا لك وتواجدك معنا في حلقتنا اليوم. مثل ما وضحت أنا وجهة نظري الخاصة، السوشيال ميديا قد تكون عامل رئيس لكنه مش السبب الحقيقي وراء هذا الطلاق اللي قاعد نشوفه أو التصنع أو المبالغة في الكمال في حالات الزواج اللي نشوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ارجعوا لدينكم وقيمكم رح ينصلح حالكم، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى مو مني. فاصل قصير ونرجع لكم. حياكم الله من جديد، موصلين معكم فقراتنا لهذه الحلقة. وصلنا الآن إلى فقرة ضيوفنا لهذا الأسبوع، هم زوجين جمعتهم الصدفة، وهذه الصدفة ذاتها هي اللي خلتهم بين الأبرز في مواقع التواصل الاجتماعي. نتعرف عليهم أكثر في هذا التقرير. حنان وحسين زوجان جماعتهم الصدفة، لكنها صدفة جعلتهم من أشهر الأزواج على مواقع التواصل الاجتماعي وحققا انتشارا واسعا، خاصة بعد أن قررا حضور زواجهم بطريقة مختلفة وهي من خلال زلاجات الإسكيت بورد. حنان حطيح صيحة، حننزف بالإسكيت، شايفين؟ أدعولي بس إنه مطيح، إن شاء الله مطيح. حنان وحسين يقدمان العديد من التحديات التي تلاقي نسبة مشاهدات عالية،
تصل إلى ملايين المشاهدات عبر قناتهم على اليوتيوب. الحين يا جماعة حنستناها تنشف، بعد ما تنشف حنبدأ نعلق عليها أشياء. وجهها حلو؟ مرة وكعادة متابعي مواقع التواصل فبعضهم ينتقد ما يقدمونه والكثير يمدحهم ويتفاعل معهم. حسين كان قد سبق حنان في عالم الشهرة من خلال اشتراكه هو وتوأمه حسن في مسابقة كبيرة للمواهب بالوطن العربي، لكنهما الآن يتشاركان الحياة والشهرة. معنا عبر سكايب حنان وحسين بن محفوظ، حياكم الله معنا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إيش يعني على غفلة جيتكم ولا إيش؟ صدمتكم؟ لا والله منتظرينكم، سمعنا التقرير جدا حلو. أول شيء أشكركم على استضافتنا أنا وحنان لهذا البرنامج، وأشكر فريق إس بي سي وقناة إس بي سي للاستضافة في هذه القناة. طيب إحنا مبسوطين بوجودكم، لكن اللي لفت نظري إنه غرفة التحكم يقولوا لي كل ما نطلب منه طلب أو نسأله شيء يقول بسأل حنان. هل حنان هي القائد في العلاقة ولا إيش؟ لا، مشاركة زي ما قلتوا، مشاركة الزوجين هي أهم شيء. أنا ما أقدر أتخذ قرار وهي ما تقدر تتخذ قرار إلا من بعد ما نشارك بعض ونعرف نتخذ قرار واحد. جميل، المرة الجاية بنجرب مع حنان ونشوف إن شاء الله. طيب حتلقي نفس الجواب. جميل جدا، هذا هو اللي نبغى نشوفه. طيب قلونا، حكونا عن صدفة اللي جمعتكم في البداية. إحنا قاعدين نشوفكم الآن ونبغى نعرف أكثر، للي لسه ما يعرف حنان وحسين، أعطونا قصتكم وكيف كانت الصدفة. طيب أوكي، بدايتنا كانت تعرفت على حنان في مكتب، كان عندي شغل فشفت حنان هناك وتعرفت عليها في لعبة اسمها فرفيرة. أكثرهم يمكن في عندنا في الغربية اسمها فرفيرة، هي طاولة اللي في يلعبوا فيها الكورة. فتعرفت مع حنان في هذه اللعبة، وفجأة خلاص أنا من النوع إذا خلاص التفت بإنسانة على طول أقول لها هاتي رقمك، أمي تباكي دن. هذه كانت اختصار في حنان، كانت صح خطوة جريئة أن أنا أسويها، وهي انصدمت، لكن أنا إنسان جدا صريح وواضح. الله يسعدكم يا رب، جميل العلاقة. جدا. طيب إحنا كنا نتكلم على مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الحياة الزوجية، ما أدري إذا كنتم منتبهين معانا في الحلقة، لكن سؤالي لكم الآن، هل أنتم هم نفسهم وراء الكواليس، أو فعلا تبغوا تقدموا أجمل صورة للزواج، أو تسعوا يمكن رسالتكم يعني جدا سامية أنه تبغوا تقدموا أجمل صورة عن الزواج؟ طيب بداية، أنتوا في التقرير ذكرتوا أنه أنا شهرتي قبل حنان، أنا كنت لاعب سكيت أساسا، وحنان كانت دخولها في السوشيال ميديا له كان مخطط وله مشروع محدد، كان مجرد صدفة صار لها. كنا نأسس بيتنا في الفترة اللي كنا جالسين نأسس بيتنا، يعني أنا كنت أسوي ديكورات البيت بنفسي، ففجأة قلت خليني إيش أصور يعني بعض الأشياء اللي أنا بسويها، بس ما توقعت إنه الشيء اللي أنا حقدمه ممكن إنه ينعرف، ووقتها حطلع في السوشيال ميديا بدي الطريقة. والخطوة اللي اختارتها في ناحية إنه تنزل ديكوراتها والأشياء اللي تسويها في البيت كان صدد جدا عالي قدام الناس وحبوه إنه صحيح. يتعلموا منها. فهذا الشيء اللي خلانا انه حنان لها موهبه وانا لي موهبه، هذا الشيء اللي خلانا نطلع مع بعض ونشارك بعض، فالناس خلوا يعني صرنا انا وحنان يعني زي ما تقول زوجان ثنائي معروف، موهبان يا سلام، موهبين غير انه يكونوا كابلز. طيب يعني الله يسعد الكابلز الموهوب، انه زوجنا وخلونا كابلز، وبالعكس يعني طريقه تصويرنا في سناب شات والامور ما هي خاصه قد ما أنا حياتنا اليومية، يعني ما بقول للناس تعلموا مني، حسب الشخص اللي بيستفيد مني كشيء حلو أو اللي بياخد مني شيء مو حلو. طب حسين حنان، أنتوا عارفين وواعيين أنه قاعد يجيكم انتقاد كثير، يعني ما يحتاج أي أحد يقول هذا الشيء، تفتحوا صفحتكم تعرفوا من وين تعتقدوا جاي هذا الانتقاد، ليش بالأحرى؟ كل شخص له عادات وتقاليد مختلفة. تسمح لي نسمع صوت حنان من بعد تفضلي. عادي عادي عادي. طيب ما انا ما اشوف انتقاد، لانه بصراحه يعني الناس اللي جالسين يتابعونا بحب. احنا في عالم
في الناس المنفتحة، في الناس المنغلقة، في الناس اللي تتقبل، في الناس اللي ما تتقبل. ف يعني أنا ما أعرف ليش أنت حكمت إنه انتقاد، بينما إحنا أنا أعتبر الانتقاد، الانتقاد هو كل تعليق سلبي، هذا هو الانتقاد. أوكي. مو أنا اللي حكمت، هذه حكم الكرة الأرضية. فلما نفتح صفحات قد نرى بعض التعليقات تنتقد، بعض الأحيان تكون محتوى، بعض الأحيان أشياء منطقية غير منطقية. أنا حبيت أعرف من وجهة نظرك أنت وزوجك إيش هو السبب وراء هذا الشيء، سبب حقيقي يعني، قد يكون فقط أنه ناس سلبية قاعدة تتكلم يعني. أنا حابة أسمع وجهة نظرك، أنا ما قاعدة أهاجمك عزيز. لا لا، ما قلت أنك تهاجميني، أنا عشان يعني أنا اللي أشوفه بالعكس، أنا أشوف محبة، ما قد شفت يعني انتقاد. نادرا نادرا إذا مثلا أنت تلقي في اليوتيوب كذا كومنت إنه إنه أنت ليه بتسوي زي كذا، إنه كيف مثلا يعني زوجك مثلا يرضى بدي الطريقة. بس لما أجي أشوف الأوسع لا، الحمد لله أنا طيب. جميل جدا. أوكي. أسعدني أول حاجة أنك تركز على الشيء الإيجابي، هذا شيء يفرحني جدا ويفرح الجميع. الآن سؤالي لك، هل أنتوا تفكروا في مشروع تحويل ما تقدمونه إلى مسلسل تلفزيوني، نعم أو لا؟ عشان ألتقى بسرعة على السؤال اللي بعده. لا. لا طيب، بتسوونا تحدي على الهواء مثل ما وعدتوا؟ تحدي دائما حنا نفوز، وانا في الايدي، انا في الايدي احاول افوز نفسي. ايوه انا انسان صريح، حبيتها الصراحه يعني. ما في تحدي حنشوفه الان. ما في مشكله، من اللحظه قاعد تقول هي اللي تفضل. اقرب شيء نستخدمه هو الحجر ورقة مقص، فانا اعرف، انا اعرف نفسي الحجر ورقة مقص تفوز علي، ما اعرف كذا. خلينا نشوف، احس ان انا ما افكر. خلينا نشوف. يا رب يا رب هذه حتكون فايزه خير. يلا يلا نفوز. يلا 1 2 3. اثبت الشيء، خلاص صرتي تعرفي عقلية زوجك 100%. لا 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 يا اخي، نفسي افوز. طيب سؤالي الاخير، سؤالي الاخير، قولي لي، هل اثرت مواقع التواصل الاجتماعي على حياتكم الزوجية بشكل سلبي؟ خلي الإيجابي، إحنا ما شاء الله ظاهر، الله يحفظكم ويزيدكم من نعيمه. آمين. لكن بشكل سلبي نوعا ما. ما المشكلة، ما في أشياء نحن نسويها نتصنع فيها عشان نحدد. يعني إحنا علاقتنا فريندلي. فهمتي؟ فطبيعتنا واللي بتشوفوه في السوشيال ميديا هو طبيعتنا. نفس ما إحنا. ما أقدر أسوي شيء، وما بقول لك يا ناس تعلموا مني أنا إنسان، لا. فهمتي؟ خذ مني الشيء الصح، كاسة موية أقدر أمشي أشرب فيها. شيء مفيد اقدر اشوف شيء مفيد، فهمتيني؟ فاخذ مني، خذ مني الشيء الكويس وسيب الشيء مو كويس مني، فهمتيني؟ طبعا. ما اقدر اقول لك لا تعلم مني انا وانا وانا. صح نسبه الطلاق كثيره، صح الاشياء، على الاقل نحن نحاول نوصل شيء معين، انه زي ما قلتي، زي ما ذكرت الساده ولاء جمال اعتقد قالت لي، قالت اشياء هو التاثير. السوشيال ميديا حسب الأشخاص اللي بيستخدم هو اللي بيأثر. نحن مجردين، مجرد شيء بسيط نأثر للناس كيفية التعامل الرجل مع المرأة فقط. فهمتيني؟ خذ مني الشيء كويس وسيب شيء مو كويس، لا تحاول تسوي زيي. كل شخص حسب ماديته، حسب دخله يقدر يعامله. مو شرط انه انا اجيب لحنان هديه سياره انت لازم تجيب لها هديه سياره، لا، ممكن شيء بسيط، شي بسيط يقدمه لها يساعدها، هو هذا الشيء. طيب يعني جميل جدا. الان بخليكم مع اسئله جمهوركم انتم، مو بانا، مع الزميل عبد الله. هو اللي بيلقيها عليكم. تمام. حنان وحسين نرحب فيكم. اهلا وسهلا. الله يعافيكم. بشكل سريع بحتاج منكم اجوبه دقيقه على الاسئله هذه، وترى اسئلتي شويه يعني تحتاج يعني من التركيز كثير. تمام تمام. طيب وش تسوي حنان مع معجبات حسين والعكس، او كيف تتعامل؟ طيب انا اجاوب. اوكي، عند حنان اول شيء. نعم. اوكي يعني أتعامل معهم عادي، ما يعني كيف أقول لك، زي ما هو في المجال أنا في نفس المجال، فأكيد ما رح أعاملهم بشكل مو كويس، لا بالعكس، يعني في النهاية أنا بتقبلهم لأنهم هم يحبون، عرفت كيف؟ أيوة. فما أتضايق منهم، ليش أتضايق؟ جميل. وأنت يا حسين؟ طيب نفس الطريقة، يعني الناس اللي بيحبون وبيحبوا حنان، يعني أكثر الناس لحنان اللي يحبوها البنات، ف
فما اقدر اقول لا. فهمتني؟ هذا الشيء طبيعي وما اقدر اقول لا، انا واثق في حنان وهي واثقه فيا. ممتاز، الثقه اساس كل العلاقات اساسا. طيب السؤال الثاني يقول وش جديدكم اللي مخططين عليه قريب؟ في 14 فبراير حتشوف الجديد. حددنا لكم الموعد بس شو هو خليه مفاجأة. طيب جميل، السؤال الثالث مني انا شخصيا. قول لي. انا دائم اقول ان يعني الخصوصيه في العلاقه الزوجيه بالذات مطلب مهم لنجاح العلاقه، فما تحس ان السوشيال ميديا تقصر معكم او تخليك مقصر في حق الخصوصيه بينكم؟ نحن عندنا فتره، نحن في حياتنا انا وحنان يعني اليوم في 24 ساعه. ممتاز. احنا لما نيجي نصور كم، لو تيجي تحسب السنابات كامله ما تيجي يمكن ولا ساعتين. طيب باقي الوقت احنا مع بعض، فاحنا بنظهر الشيء اللي نبغاه والشيء اللي ما نبغاه ما نظهره. اشياء الخصوصيه طبعا. جميل. ما نقول لك لا مشاكل ما نظهرها، الحمد لله ما بيننا اي شيء، تعاون، سبحان الله ربي رزقني انسانه نفس مودي، نفس التفكير، مكملين بعض. الله يجمع بينكم كل خير. ولكن آمين. الفتره الاخيره طلعوا الناس الكثير اللي يتكلمون عن شركاء حياتهم. انا كان كلامي عن الناس هذولي، وش رايك بالنقطه هذه اللي منتشره الحين بشكل كبير؟ الله يوفقهم يعني. يتكلموا عن شركات حياتهم ان الشيء مو كويس قصدك؟ ايوه، عن المشاكل اللي بينهم بالضبط. مو انا قلت لك على حسب التعامل. لا اي على حسب التعامل، انا كيف اقدر اقدم لزوجتي هديه كيف، وهو كيف يقدر يقدم لها شيء. هي اهم شيء المبادره. انا ما بقدم هديه لحنان سياره كلهم بيقولوا واو، لا مو شرط تقدم سياره، نفس طريقتي انت. ممتاز. لو بس فكرت جزء بسيط ان تقدم لها اي شيء لو بسيط هي بتحبك. الله يعطيكم العافيه وشرفتونا بالبرنامج صراحه، ونرجع لك يا ساره. يعطيكم الف عافيه والله، يسعدكم ويهدي سركم يا رب ويحفظكم من كل سوء. امين يا رب. مشاهدينا خليكم معنا، مواضيع ثانيه لكن بعد هذا الفاصل القصير، ونرجع لكم باذن الله. حياكم الله من جديد في برنامجكم الأسبوعي @SBC. الآن أنا وياكم بنروح إلى فقرة هاشتاج زمان. هذا الهاشتاج قديم، حقق صدى كبير عند المغردين في هذه الفترة. طبعاً هاشتاجنا هذا الأسبوع هو عادات قديمة ليتها تعود. خلينا نشوف التعليقات. تغيرنا ولا ندري متى تغيرنا، بنتاهة مدارات الليالي والعناوين، وفانور الكواكب والقمر أصبح بلا معنى، ولا عاد الربيع وزهرة النادي يسليني. تغيرنا ولا ندري متى حنا تغيرنا، من العادات القديمة أنه كان التعارف حقيقي وجها لوجه مو عبر التليفونات أو موقع التواصل الاجتماعي. الآن بنتقل أنا وياكم إلى عالم التطبيقات. معنا هذا الأسبوع تطبيق اسمه اطلبها، وهو أول تطبيق منفذ بيع رقمي لقطع غيارات السيارات يصل لأكثر من 180 موقع بالمملكة. خلينا نتعرف عليه أكثر في هذا التقرير. اطلبها أول تطبيق منفذ بيع رقمي لقطع غيار السيارات. إيش هو اطلبها؟ هو تطبيق يختص بقطع غيار السيارات وكل ما يلزمها، ومعتمدين من 12 وكالة كمنفذ بيع رقمي، وأيضا نوفر من جميع أنواع الماركات الأخرى، ونقوم بالتوصيل لجميع أنحاء المملكة مدن وقرى. يصل لأكثر من 180 مكانا بالمملكة، يشمل المحافظات والمدن وكذلك القرى، حيث يضمن لك التطبيق بأن تكون قطعة الغيار أصلية وبسعر أقل من السوق، كما أنه يمكنك من تقسيط ثمن قطعة الغيار على الفترة التي تناسبك، وستجد بالتطبيق أسعار أكثر القطع استهلاكاً حتى لا تتعب بالبحث عن آخر الأسعار. اطلبها تصلك قطعة الغيار المناسبة لسيارتك أينما كنت. مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ لمواجهة واحتواء فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة السعودية مؤخراً عن استقبال 10 طلاب سعوديين جايين من مدينة ووهان في الصين
ولدى وصولهم أجريت لهم فحوصات مخبرية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وأشارت الوزارة إلى أن النتائج كانت ولله الحمد سلبية، لكن تم عزلهم احترازيا لمدة 14 يوم في مقر توفرت فيه جميع احتياجاتهم الأساسية والترفيه على أكمل وجه. دام عزك يا وطن. خلينا نشوف هذا التقرير. دمت ودام عزك يا وطن لم ولن تكن فقط مجرد مقولة تكتب على الجدران أو على اللافتات، بل هو فعل مترسخ في عقول ووجدان كل السعوديين. فبعد إجلاء الرعاية السعوديين من مدينة ووهان الصينية، قامت الحكومة السعودية بتوفير مقر صحي لهم وتوفير كل سبل الراحة لطلاب العشرة العائدين من هناك، وذلك للتخفيف من معاناتهم التي عاشوها حتى تم إجلاؤهم، لحين الاطمئنان على صحتهم وعودتهم إلى أهليهم. أبو عزة، هلا والله. هيو. طبعا كل واحد معه غرفة أو شقة صغيرة، يعني غرفتي، مطبخي، ثلاجتك، بلاي ستيشن. اللي شفناه نقطة بحر كيف تهتم المملكة بعيالها. الآن ننتقل أنا وياكم إلى قصة صراحة أثرت فيني، لأنه دلت على خير ومودة وقفة امرأة أو زوجة سعودية اختارت أنها تتقاعد مبكراً بس عشان تطلع زوجها من السجن وتسدد ديونه. خلينا نتعرف على قصتهم في هذا التقرير. في بادرة تدل على الخير والمودة، زوجة سعودية تتقاعد لتستلم مستحقاتها مبكراً من وظيفتها لتسدد ديون زوجها المسجون. مقطع خروج الزوج من السجن واستقبال زوجته له كان مؤثرا جدا، بعد أن عبر عن حبه لها بتقبيل رأسها ومناداتها له بأمي تعبيرا لها عن تقديره وامتنانه. ألحبي يا الغالي، ألحبي يا أمي. لاقى المقطع رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه الجميع مثنين فيه على ما فعلته الزوجة لزوجها وموقفها المشرف. ما أقول إلا الله يجعله كفو هذه المبادرة، لأنه فعلا تأخذ قوة كبيرة من المرأة أنه تكون سند لزوجها، في المفروض أنه يكون دائما هو السند، لكن للدنيا ظروف. مشاهدينا، الآن أنا وياكم ننتقل إلى وقفة سريعة مع عالم سناب المشاهير، خلينا نتابع. وجولة على أبرز سنابات المشاهير لهذا الأسبوع. الدكتور رياض البقمي يذكر موقف طريف له عن فوبيا كورونا من المطار. دخلوا كذا صينية على هذا، فعلى طول الرجال كذا تعرفوا رد الفعل طبيعي جدا سوى. واللاعب الفكاهي سعيد العويران يبيع السمك وسط تصوير المعجبين. سكوزو سمك ما صورنا اعتزاز ان نبيع سمك السكوزو. اما نهى نبيل فتوعدت ناشري المقطع الخاص ببيتها بالملاحقة القانونية، وبالتعاون مع المباحث الالكترونية راح اتوصل لكل شخص نشر وأعاد نشر هذا المقطع بدون رجوع لي وبدون استئذان لي. هذا سيكوريتي كام حق بيت، البيت له حرمة. وأبو نورا يوجه رسالة للآباء ويقول لا تخسر ابنك بتعاملك. اكسب ولدك لا تخسر، أنت عارف الوضع الحالي الحين، وفلات منك ولدك ما يرجع. ومن سنابهم إلى المقاطع الأكثر انتشاراً في العالم لهذا الأسبوع، بنشوف فيها أصعب رقم سري وضعه شخص خوفاً على جواله، يحصد أكثر من 12 مليون مشاهد. خلينا نشوف. وفي الأكثر تداولاً حول العالم لهذا الأسبوع، مقطع لأصعب رقم سري وضعه أحد الأشخاص خوفاً على جواله، يحصد أكثر من 12 مليون مشاهدة. و14 عازف بيانو في تحدي صعب
لعزف مقطوعة موسيقية صعبة على بيانو واحد فقط، وسبعة ملايين مشاهدة لقندس بحديقة حيوان في اليابان أضحك المشاهدين بطريقة مشيته وهو يحمل الجزر لعائلته، وغوريلا نادر في حديقة حيوانات بنيويورك يلاعب طفلة بسعادة كبيرة يحصد حول المليون مشاهدة. مو بعيدين فيديوهات كمان تمت يعني انتشاره وأكثر تداول في منطقتنا في الخليج، راح نشاهد من خلالها شجاعة مواطن تنقذ محطة وقود من حريق كارثي. خلينا نتابع هذه المقاطع. وفي الأكثر تداولاً محلياً لهذا الأسبوع مقطع أثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأم تقلد ابنها العسكري رتبته الجديدة. أما في جازان شاب ينجو من الموت المحقق بعد ترجله من مقعد الراكب داخل محطة الوقود، ومواطن كبير بالسن يوثق محلاً أعاد ذكريات الزمن الجميل يحصد تفاعل المتابعين، وحادث مروري غريب بتبوك يصبح ترند ويحدث تلفيات كبيرة لأكثر من 24 مركبة. ضيفنا وفيديو جيمز وأشياء كثيرة كلها بعد هذا الفاصل القصير، فخلوكم معنا. حياكم الله من جديد. وصلنا أنا وياكم إلى الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم، ننتقل أنا وياكم إلى عالم الألعاب الإلكترونية أو الجيمز. معنا أحمد براون وهو صانع محتوى ألعاب، واللي حيعرفنا أكثر عن التجهيزات اللازمة لأي مبتدئ لاحتراف الألعاب الإلكترونية. خلينا نتعرف عليه أول في هذا التقرير. أحمد براون محترف الألعاب الإلكترونية منذ 2012، عانى الكثير في بداية احترافه، ولكنه أصر على استكمال المسيرة رافضاً الاستسلام ومتأمل في مستقبل جيد للألعاب الإلكترونية بالسعودية، وجداً متحمس لسلسلة ريدد أنها ترجع سواء أونلاين أو حتى إن شاء الله قصة في القريب. أحمد مهتماً بأخبار الألعاب وآخر تحديثاتها. زي ما شفت العنوان يا عزيزي، هل فعلاً لعبة كابتن ماجد القادمة ممكن تخلينا نستغنى عن لعبة فيفا؟ الإجابة في الغالب حتصدمك، خليك مع الفيديو عشان تعرف التفاصيل وتقتنع معايا فيها. براون هو نموذج مشرف للشاب السعودي المجتهد، ومع مرور الوقت قام مع مجموعة من أصدقائه بتأسيس أول شركة لهم وهي فيديو جيمز فور عرب، ومنها أنشئت قناة بنفس الاسم على اليوتيوب وذاعت شهرتها بين أوساط الألعاب الإلكترونية. في كثير من الشباب ما يعرف كمان أنه أنا أصلا عبارة عن موقع وقناة، مو بس قناة لحالها. حياك الله معنا عبر سكايب أحمد براون. نبدأ معاك ونبغى نعرف الصعوبات اللي واجهتها في 2012، نرجعك. الله يسعدك، يعطيك العافية أختي سارة. الله يعافيك. طيب 2012 أقدر أقول كانت بدايتي في الموقع عبارة عن كتابة أو في التحرير بشكل عام، وفي ذيك الفترة في نفس الوقت طلعت هبة اليوتيوب وبدت فكرة أنه القنوات اليوتيوبية خاصة في موضوع الجيمينج، فقلت أوكي خلينا ندخل كمان مجال اليوتيوب ويصير عندنا موقع وقناة في نفس الوقت. وأريد أصلا كانوا يعني زي ما تقول فيه ناس إلى الآن مستمرين بنفس الفكرة. من هنا بدأت أدخل اليوتيوب تقريبا على نهاية 2013 بداية 2014، وبدأت الرحلة على قولتهم. بس كانت الصعوبة من جد أنه كيف تحاول توصل للجمهور حتى لو كان قليل، ومع الوقت يكبروا معاك وتكبر أنت معهم في نفس الوقت، لأنه الوضع الآن صار أسهل بكثير. الآن أصبح أسهل بكثير بنظرك؟ أيوة، لأنه اليوتيوب زمان كان منصة أنت بتنزل شيء والناس اللي بتتفرج عليك بيقترح لهم اليوتيوب كل المقاطع اللي من نفس القناة نفسها اللي أنا قاعد أتفرج عليها. نعم. لكن الآن لا، اليوتيوب صار أقرب للمتابع أو للمشاهد أكثر، فأنت لما تتفرج مثلاً على لعبة معينة حيقترح لك كل الناس اللي نزلوا نفس اللعبة هذه في المقترح. طيب. فبالتالي يعطي فرصة لليوتيوبر الجدد أنهم تكبر قنواتهم.
كويس انك جبت سيرة اليوتيوبر الجدد، لانه كل احد يتكلم عن الارباح وعن المشاكل ومعوقات. احنا نبغى شيء فعلي الان تقول لنا وش هي الاجهزة اللي يحتاجها، والتجهيزات طبعا اللي يحتاجها اي مبتدئ يبغى يدخل عالم الجيمز. طيب، هو في العادة يعتمد على الشخص ايش حاب يبدأ فيه، سواء كان بالعاب من البي سي او الكمبيوتر، او كان عنده مثلا بلاي ستيشن او اكس بوكس جهاز منزلي. بعد كذا اللي انت تحتاجه طبعا قطعة تسجيل في حال كان عندك جهاز منزلي، اذا ما عندك ما تحتاج خلاص من البي سي نفسه. الكاميرا طبعا والمايك، وبعدها يكون بعض البرامج البسيطة زي مثلا برنامج المونتاج او برامج للتسجيل، وكلها ما شاء الله مشروع حاليا في اليوتيوب، يعني الموضوع جدا بسيط. بس كم تكلف كأبدأ هذا المشروع لأي مبتدأ، يعني نعطي له فكرة؟ احنا نقول ما عنده شيء من هذول الاشياء. ايوه، هو يمكن اغلى شيء بيكون بيكلفه مبدئيا الكمبيوتر اذا ما كان عنده. وممكن ياخذه شيء يمشي الحال اذا كان بس نيته انه يسجل من الكونسول، وهذا اتوقع انه اغلب الناس عندهم كونسول. ف لو حسبناه بالبي سي يمكن يحتاج له 4000 5000 حدودها، بس انا اشوفه يعني يبدا باللي موجود عنده. يعني عندك بلاي ستيشن انت خلاص لابتوب بسيط، ويصير بس هو يسجل وبعد كذا تنزل على طول في اليوتيوب. طيب، بمونتاج بسيط. عجبني انك فصلتها وساعدت وبسطت الموضوع على الكل، هذا يعني صراحة اشكرك عليها. طب احكي لنا اكثر عن الفيديو جيمز فور اربز، كيف تأسست وحكي لنا قصتها. طيب، هو الاساس بدينا زي ما قلت في 2012 تقريبا، كانت الفكرة على نفس الاسم فيديو جيمز فور عرب، لانه محتوى الالعاب كبير جدا، وفي العاب بتهم العرب وفي العاب ما بتهمهم، زينا زي اي مجتمع موجود في العالم، مو كل شيء بيحبه. فقررنا ان احنا نركز على الشيء اللي المجتمع عندنا بيحبه اكثر شيء، ومن هنا بدا الموضوع يكبر معانا شويه شويه. بدل ما نغطي مثلا 6 7 العاب، بدينا نغطي شويه 10 11، وكل ما يكبر المجتمع كل ما تكبر اهتماماتهم، واحنا كمان نحاول نلبي لهم الاهتمامات هذه بالتغطيات. ومع الوقت سبحان الله صرنا متواصلين مع الشركات، ودائما بنحاول نجيب حصريات واشياء زي ما استعرضت انت مثلا حق لعبه كابتن ماجد. لسه اللعبه ما نزلت، هذه واحده من الحصريات. طبعا هم لو مو شايفين المجتمع فعلا يهمهم موضوع كابتن ماجد ما كان نزلها او حتى كلمونا. وتعتقد فعلا حتغطي الفيفا؟ ابغى الاجابه من الان انا. لا، اذا انت بتاخذ الموضوع بطريقه احترافيه، لا، كابتن ماجد اي احد يقدر يلعبها زي العاب الملاهي، اركيديه بسيطه بس انها ممتعه وتضحك. فيفا صايره الفتره الاخيره ترفع الضغط وتخلي الواحد يعصب ويتشنج. لا، هذه شويه يعني ترفه، وافتقدنا العاب كوره يعني تخليك مبسوط. وش قصه احمد مع لعبه ردد؟ طيب، ردد صراحة مو السر فيها بقد مو الشركة اللي خلف اللعبة، لأنه الشركة اللي خلف اسمها روكستار هي اللي صراحة مبدعين في شغلهم بشكل عام، ويحبوا التفاصيل بشكل مرة مجنون. وردد عجبتني بالتحديد، من غير طبعا كل الألعاب اللي قبل كذا هم قد اشتغلوا عليها، لأنه أحسها محاكاة خصوصا للفترة حقة الغرب الأمريكي 1899 تقريبا. فحلو أنك أنت تشوف كيف كان الوضع ويتجسد قدامك بطريقة سينمائية وبطريقة أدق التفاصيل على قولتهم، فتعيش الأجواء بنفسها، غير طبعا الشخصيات، غير طبعا يعني فعليا كأنه شغل فيلم، وكل شخصية لها هويتها ولها كاريزما الخاصة فيها. وأنت جزء من تأسيس هذا الفيلم، يعني عشان كذا جذبتك. طب بسألك صدق صدق، وش اللي خلاك تستمر غير الأشياء الربحية اللي إحنا نعرفها؟ يعني فعلا إيش خلى أحمد يستمر في هذا في الجيمين؟ أوكي، حب أو الشغف للجيمين بشكل عام. يعني أنا ما كنت متوقع أصلا أنه الموضوع حيكبر، وأنه فعلا حيصير يوم من الأيام واحد حتى من رؤية المملكة عندنا في يعني استحداث الهيئة الرياضة الإلكترونية، أسلوب عندنا اللي هو التقييم العمري والفئات العمرية، وقديش أنه فعلاً إحنا كدولة سعودية وعلى هذا الموضوع هذه النقطة بالذات أثارت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة، كلمني ليش يعني في رأيك؟ طيب، أنا أعتبر المجال صراحة جديد، فشيء طبيعي أنه بتكون فيه ضجة وفيه أشياء تكون مي واضحة، وهنا طبعاً يبدأ دور الميديا خصوصاً الناس اللي متخصصين في الألعاب زي وضعنا. فبعطي بس مثال بسيط عشان تكون بس الصورة واضحة للكل. حاليا عندنا سينما، انت لو بتحجز فيلم مثلا خلينا نقول اكشن وفوق 18 سنة، واخذت ولدك الصغير عمره 6 5 سنين، من عند الباب ما راح يدخلوك اصلا، والتذاكر خلاص، لانه يعني حيرجعوها لك
يا طارت فلوسك، المفروض انت تعرفت القوانين هذه. لكن في عالم الجيمينج ما في حد حيراقبك، يعني انت كأب، انت كأم، انت كأم، انت اللي حتروح حتشتري اللعبه وحتحط اللعبه في الجهاز وحيلعب ولدك، عاد شاف اللي شاف، صار اللي صار، هنا مسؤوليتك المباشر، ما في حد حيكون عارف عن الموضوع غيرك انت. وضحت فكرتك يا احمد، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا. الله يسعدك ويعطيكم العافيه. إذن مشاهدينا، نتوقف الآن في عالم الابتكارات، والجديد منها تحديداً ابتكار بيلو. بيلو جهاز للرعاية الطبية والحفاظ على الصحة المدنية، كما أنه منبه لمواعيد الدواء ويعمل كشف طبي إلكتروني من خلال طبيبك المتابع من خلال إرسال لقاء مصور معه. أكثر تفاصيل في هذا التقرير. بيلو جهاز الرعاية الطبية والحفاظ على الصحة البدنية، فهو منظم ممتاز ومنبه لمواعيد الدواء، والذي يجعلك تحصل على جرعتك الدوائية بمواعيدها، كما أنه يتميز بأن لديه إجابات عن كل استفساراتك الصحية والغذائية، كما يمكن ربطه من خلال تطبيق يمكنه من إخبارك بالحالة الصحية لذويك وعائلتك، وأيضاً يمكنك من عمل تشيك أب مع طبيبك المتابع بلقاء مصور. بيلو، رعاية طبية وغذائية مميزة. الله يبعد علينا جميع الأمراض، لكن أعتقد أنه هذا تطبيق أو ابتكار جداً جميل جداً للي عندهم زيارات مستمرة مع المستشفيات والأطباء. الآن وصلنا أنا وياكم إلى فقرة الأخبار السريعة ومعرفة النتائج أو نتائج استفتاء هذا الأسبوع مع الزميل عبد الله. عبد الله، الكلمة لك الآن. شكراً لك سارة. أخبارنا السريعة للأسبوع هذا نبدأها مع الخبر الأول، واللي يقول الجوازات السعودية تصرح في حال ثبوت مخالفة المقيمين لتعليق السفر للصين فلن يسمح له بالعودة للسعودية. أما خبرنا الثاني يقول أمانة مكة لا إلزام للمحلات بإلغاء مداخل العائلات. خبرنا الثاني لمنظمة الصحة العالمية، واللي تقول جهود السعودية للسلامة المرورية خفضت نسبة وفيات الحوادث، أو خفضت نسبة الوفيات بالحوادث إلى نسبة تقريبا 40%. الحمد لله يا رب على هالأخبار الجميلة. خبرنا الرابع يقول حفل زفاف جماعي بكوريا الجنوبية، العرائس والعرسان يرتدون فيها الكمامات بسبب الكورونا. والله ما بوقت زوجات صراحة. أما نتائج الاستفتاء يا سارة، كانت الغالبية يقولون نعم مواقع التواصل الاجتماعي تأثر على الحياة الزوجية. يا عبد الله، أنا أشوف أنه وقت زواجات يعني ما يمنع الفرح في أي مكان، ما تقدر توقف الحياة بسبب مرض، الله يبعده عنها أكيد، لكن آمين. بس الوضع مربك هناك ترى، وأنا كمان أقولها قدام العالم، أنا بزوجك إذا ما تزوجت في خلال كم سنة. الله يكتب لي الخير يا رب. آمين. يعطيك ألف عافية يا عبد الله. أتمنى أنكم استمتعتوا بحلقتنا هذا اليوم، ووعدنا مثل دائما إن شاء الله كل يوم سبت في مساء الساعة 6 مساء بإذن الله. نلتقيكم الأسبوع الجاي. سبحان الله خير.